اش غادي نقول لك؟ الوداد خصها الماكينه ديال الصابون، خصها تغسل. الوداد ربما غادي نقول لك تخطات شي حاجه، ما بقيت فاهم والو في الكره، ما بقيتش كنفهم والو في هذه اللعابه، ما بقيت والو كنفهم في هذا لا موسيين ولا في المدربين ولا في اللاعبين. كما شفتوا الفقصه، كنا غادي نغادروا الملعب الوقيته اللي ضيعوا ضربه جزاء، وكنا غادي بحالاتنا عاوتاني قبل ما يسالي الماتش، ولكن بقينا متشبتين بلي اننا غادي ننتصروا. وكما شفتوا تشجيعات حرام وعيب انه هذا الجمهور هذا عاوتاني مره اخرى كنجيو حتى لمدينه مراكش وغادي نمشيو عاوتاني خاسرين، وغادي نمشيو بلا انتصار. كنجيو نشجعوا الوداد، ما كنشجعوا لا الناصري لا اللعابه، لانه بعض اللعابه ما كيصلحوش يلعبوا في هذا الفريق، ما يصلحوش يهزوا هذا القميص، ما يصلحوش يلعبوا مع التوني ولا غادي يهزوا التوني. بزاف عليهم الوداد، الوداد عنده تاريخ، وهاد اللعابه ما يصلحوش، وخصها تعاود الغربال في الفريق. وبالنسبه ليا عادل رمزي ما يقدرش يسير هذا الفريق، ما يقدرش يسير هذا الفريق لانه بزاف وكبير عليه. خص الغربال، خص الغربال، ولكن قدر الله وما شاء اننا ربحنا وانتصرنا. اش غادي نقول لك؟ اليوم الوداد ما شفناش واحد لابريستاسيون اللي مزيانه من الوداد، ما نقدروش نقولوا مدربه 100%. كاينه واحد الاخطاء دارت بزاف في المقابله ديال اليوم، ولكن كاينه بزاف ديال الحوايج خصها تعالج في فريق الوداد البيضاوي. كيك شوز كي كلوش، شي حاجه ماشي هي هذيك فريق الوداد البيضاوي. اون ايتي با ساتيسفي اوجوردي، ما كناش فرحانين بزاف، ولكن فرحنا بزاف حيت ربحنا. اون غاني مي لا بريستاسيون ما عجبتناش، ما عجبنا لا اداء لا شي حاجه. لي زوكازيون كانوا قلال بزاف الا ما كانوش منعدمين، سوف لو بوت اللي تماركا. اوني اونكور با ساتيسفي، مازال ما فرحانش. ماشي هي ديال الوداد اللي كتفرحنا ديما. هادو سو سون دي شوز تكنيك اللي خص جو سي با لو ستاف كامل تكنيك اللي يهضر فيها. حنا ماشي في لا بوزيسيون باش نهضروا على المدرب، مي اوجوردي سيتي با اون تري بون تري بون بريستاسيون جو دير. يعني ما كناش في لو نيفو، ماشي حتى هذاك لو نيفو اللي خصو يكون لو مويان. دونك يا بوكو تشوز ا شونجي. سينو الا بقات ليكيب بحال هكا، الى بقات الوداد بحال هكا، ما غاديش نمشيو بعيد فهاد لا كومبيتيسيون. ما غنمشيوش بعيد، ما غندوزوش كاع فهاد، ونتمنوا خير ان شاء الله. والوداد ديما كتبقى كبيره، ماشي باللعابه ديالها، ولكن بالجمهور ديالها، بالمكونات ديالها، بكل شيء ديالها. ونتمنوا خير ان شاء الله، وكاين غير الخير ان شاء الله، وديما وداد. شوف اليوم ربحنا، يمكنكم ما ربحناش، كنت نقول بانه رمزي خاصو ديميسيوني، ولكن فيكو ربحنا اليوم يكملوا اللعابه يترجلوا. خاص ناصر يجيب لنا دي جوار سورتو في ان افون سونتر وان دومي سونتر حتى هي ولي زارير. كيف تنقولوا الوداد ديما كتبدا صعيب، كيف العام اللي فات ديجا عندنا 3 بوان، نقدروا نربحوا لي 3 ماتش الماجي نديروا 12 حنا الاولين، ولعبوا على تشامبيونز ليغ ونمشيو لا فينال كوم دابيتو. كودادي هذا المستوى اللي كنشوفوا حشومه. مشاكل عنده الرئيس، عنده مشاكل، ولكن باش تكون الفرقه ضحيه مشاكلك الشخصيه خليهم بعدوا منا على الفرقه، خلي الفرقه تلعب،
قلبنا على لون بوانت، انا قلتها المره اللي فات، قلبنا على لون بوانت، شوف الفرقه شنو خاصها، ماشي تشوف انت مشاكلك انت وتخلي الفرقه، راه حشومه تبقى تشوف في جوج لي زون بوانت، حتى واحد فيكم حتى واحد فيهم ما كيدير لا روميز مقاده، حشومه كاع، ثلاثة سنين دابا كنلعبوا بلا اتاكو راه حشومه وعيب، وراه المشكل اللي كاين في الوداد وكنقولها ونعاود نقولها، راه ما عندناش لي زاتاكو، راه ما عندناش لي زاتاكو غنبقاو، إذا بقينا فحال ما هكذا راه ما عمرنا غنوصلوا، ماتش الآخر غنعانيو والماتش الآخر غنعانيو وغدا الوداد فحال ما هكذا هو شوف المدرب ما فيه حتى شي إشكال، المدرب خصو يبين ستيل جو ديالو هو كي كيلعب، أما الطريقة باش كيلعب راه كيلعبوا بها عباد الله في الكاتريام هوات تروازيام هوات، باش تشد من لا ديفونس وتضرب الكرة لاطاك راه كيلعبوا فيها بها الناس في تروازيام هوات والكاتريام هوات، مدرب يراجع راسو خاصينو لعابة يطلب على راسو يقول لي ها شنو خاصني وها شنو خاصني ولعبوا العار إلا ما عطاش ديك الساعة ونشوفوا شنو كاين وشكرا خويا فضل العجز ديالو على إيجاد حلول وسط الماتش دونك كنفضل أنه يمشي أنه كنشوفوا الدراري كيديروا اللي عليهم ولكن ما تيلقاوش اللي وجهو ما تيلقاش يعني حتى أنه الكوتشينغ ديالو وسط الماتش ما تيكونش ناجح يعني تيبقى بنفس النسق بنفس الطريقة بنفس ما كاينش توجيه ما كاينش تغيير في طريقة اللاعب هما بجوج أنه ربما حتى النسق اللي باغي يلعب به عاد رمزي ما لقاش اللي غادي يلعبوا له ولكن هو كمدرب كيخصو يلعب بالمؤهلات اللي عنده على حسب لي مويان اللي عنده الدراري ما تنقولش ناقصين ما خصهم يتحرروا من الضغط الدراري بحال عندهم قفولة في رجليهم وربما هذا البيت هذا كنتمنى انه يحررهم من الضغط هذا رد الفعل ديال الجمهور ما تلوموش الناس جايين ضاربين 230 كيلومتر باش يشوفوا الوداد وباش يساندوا الوداد رغم النكسات اللي كانت ومع ذلك الجمهور مصر انه يجي ويشجع ولكن هاد رد الفعل اللي كانت فهي طبيعيه وكنتمنى انه يشوفها من الجانب الايجابي ما يشوفهاش من الجانب السلبي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم